هذا وأطلق المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منصة إحصاءات السياحة بعد تدشينها من قبل أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون خلال اجتماعهم السادس والذي عقد في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية. وتوفر المنصة بيانات مترابطة للمعلومات الاقتصادية والسياحية لخدمة المعنيين بالتنمية السياحية في دول المجلس من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين والمشغلين في القطاع السياحي لدعم اتخاذ القرارات بناء على معلومات واقعية عن السوق والإنفاق السياحي والاستثمارات السياحية والتوظيف في القطاع وتزويد الباحثين والمهتمين بالسياحة بدول المجلس بجميع المعلومات المرتبطة بالقطاع السياحي.